الشوط الأول اللي لعبناه مع فريق الرجاء حصلنا فيه نتيجة 1-1، ولكن هادشي ما تيعنيش أن المقابلة تحسمات لشي فريق، لأن تتلعب في نفس الميدان أمام جماهير في نفس المدينة، يعني تتبقى 50-50. يعني المقابلة ديال غدا إن شاء الله غادي ندخلوا لها إلا وعايزين باش نحققوا فيها نتيجة إيجابية واش نفوزوا. ما ممكن 1-1 تتبقى نتيجة ملغومة. المبتغى ديالنا غدا إن شاء الله هو أننا نركزوا خلال 90 دقيقة إن شاء الله باش نحققوا المبتغى ديال المكونات فريق الوداد، هو أننا ندوزوا للدور الموالي إن شاء الله بحول الله. بالنسبة للغيابات، يعني كانوا حتى في المقابلة الأولى، المقابلة هذه هي فيها غيابات، ولكن الحمد لله كيف ما قال لونترينور هو أن الفريق تعتمد على المجموعة. ممكن التأثير ديال اللاعبين عندهم الوزن ديالهم داخل الفريق، ولكن الحمد لله المجموعة اللي متوفرة على فريق الوداد هو الحمد لله غادي يحققوا نتيجة اللي تيبغيوها الجماهير، هو أننا دائما نشوف الفريق ديالهم في فايز في المقابلة، وهذا هو المبتغى ديالنا إن شاء الله غدا، هو أننا نحصلوا على 3 نقاط اللي تخلينا أننا ندوزوا للدور الموالي إن شاء الله ونمشيو أبعد نقطة إن شاء الله في التظاهر. هذه البطولة هذه جات خارجة على هذا النطاق هذا. الفرق ما بين هذه البطولة والبطولة المحلية هو أن ممكن تقدر تفوز ولا تغلط في المقابلات المحلية وتحصل على البطولة في الأخير.